سلام منه لينا ومننا لله. حيوان وقبر قشاي بسبوز ويا محلى، فعظيم سلام منه لينا ومننا لله. حيوان وقبر قشاي بسبوز ويا محلى، لكن في وقت الزعل زلزال بعيد عنك يقلع جذوع الشجر، لكن في وقت الزعل زلزال بعيد عنك يقلع جذوع الشجر، يقلع جذوع الشجر. من غيظه من غيظه من غيظه من غيظه من غيظه يا ولدي، من غيظه يا ولدي. صورتها ما بتفرقش خيالي، صوتها عامل زي النسيم بيحرك جوايا كل المشاعر والأحاسيس. انت تأمرني يا فريد يا ابن خالتي، وبعدين انا غلبت معاك وقلت لك تعال اعرفك عليها. اتعرف عليها ازاي بس يا سميرة بالشكل اللي انا فيه ده؟ يا فريد يا حبيبي دي خلقة ربنا. الحمد لله. سميرة يا ريت تديها دي الوردة منك إليكي، بعض من حسنك ألهمت بيها الربيع، وعبرها من حضنك يا ريتني وردة أشم الفل في إيديكي، يا ريتني منديل أشيل عنك ندى حزنك. في ألف زي قمة في الرئة، بس لو أعرف هو مين. أكيد شاب بيحبك قوي. أنتي تعرفيه ولا إيه؟ أنا؟ ولا عمري شفته. اهلا يا استاذ نادر. اهلا يا هانم. اتفضل. شكرا. الاغنيه بقى كتبها لك شاعر مشهود لي بالاعجاز الفني والابداع والعبقريه والالهام. ده شاب جديد ده ولا ايه؟ انا الشاعر الفحل نادر الانصاري. ما قلنا خلينا بقى في الانتاج. ارجوك يا هانم ما تحطميش عبقريتي قبل ما تسمعيني. اما نشوف. طب سمعني المنظر. انت قاعده في ضوء القمر، بيدخل عليك البطل، بيشوفك، بيروح رزع القصيدة. أقولها لك. شوف يا ستي، شفت مناخيرك جوه باترينا أزاز، وشفت ودنك فكرتني يا حبيبتي بأم الغاز، وشعرك من غير كلام ريحته غاز، حبك شعل لجوه قلبي ولا حل فوق البوتاجاز. بوتاجاز. سميره سميره. نعم. يا ريت لو سمحتي توري الاستاذ بتاع الجاز الطريق للباب. سميره انا حاسس اني اتبهدلت. حاسس يا استاذ نادر؟ ليلى دي فنانه رقيقه، عايزه الكلمه الحلوه، اللفظ اللي يحرك مشاعرها، وانا هعلمك برضو. يعني تفتكري هترفض مشروع جوازنا؟ طبعا، والفيلم كمان. سمارة شوفيني اشوفك. خلصي. فريد ازيك عامل ايه؟ اهلا يا سميرة. الاستاذ نادر الانصاري المنتج السينمائي الكبير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو مال شكله عامل كده ليه؟ وايه اللي جاب الصورة دي هنا؟ بالنسبة لشكلي فدي خلقة ربنا، أما بالنسبة للصورة فدي للفنانة العظيمة ليلى صاحبة الصوت الذهبي في هذا المناخ الصعب. ما علينا يعني. فريد الأستاذ نادر يعني كان قصدك كده في خدمة. تحت أمرك يا سميرة. يعني هو عايز كم غنواية من كلامك الحلو عشان يدخلها في فيلم سينمائي. للأسف يا سميرة أنا مشغول بحاجات كتيرة أوي اليومين دول. أيوة ما هو ده برضو الفيلم ده عشان الفنانة ليلى. ليلى ده أنا أكتب لها بدمي بدل الحب. ليلى ليلى حبك خلاني أكتب لك بدمي بدل الحبر. مش ممكن الرئة دي. يعني خلاص موافقة؟ اسمحيلي اقدم لك الهديه المتواضعه دي.
اوعي توافقي، نادر ده كذاب وحرامي ومدعي كمان. اللي بيبعت لك الكلام ده شاعر حقيقي شعوره صادق، هو نفسه فيه الف زين اللي بيبعت لك الورد كل يوم. فيه الف زين انت تعرفيه؟ نده علي القمر، انده على قمري، سبت الوجود والبشر وجيت لبيت قدر. مش ممكن، يا ترى اللي انا شايفه قدامي دي الحقيقة ولا صورتك اللي عمرها ما فرقت خيالي؟ عاوز أظهر بشكلي ده قدامك. لا، الروح أهم من الشكل، وانت روحي. المهرجة دخلت سيارته كراجة، بس العربية المجنونة خرجت من اذن المهرجة. ما
الشوكولاتة ولا أي لحم ني بطاطا ومزاجه الأشدك تنطنا لكن لو نديله بطاطا ياكل على شرف المهرجة يعمل في الغابة تكسيرة لكن في الغالب هو وديع تركب داره خليه كتير أول حاجة نادي المهرجان